تسحب في جوهانسبرغ اليوم قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوديفوار، وستبدأ مراسم سحب القرعة في 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، حيث تقام التصفيات بمشاركة 48 منتخبا مقسمة ل 12 مجموعة يتأهل منها الأول والثاني باستثناء مجموعة كوديفوار، حيث سيتأهل منها فريق واحد، ويخوض منتخب مصر أول مباراتين له في التصفيات في الفترة ما بين 30 من مايو وحتى 14 من يونيو المقبلين.